هذا اللقاء حقيقة مبادرة طيبة من طرف وزارة الجالية واللي جمعت جزء الكفاءات المغربية البلجيكية باعتماد على واحد المقاربة اللي كتهدف لجعل هذه الكفاءات أداة لتطوير التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات بشكل عام ما بين بلجيكا والمغرب، وهذه ترجمة حقيقة لتوجيهات جلالة الملك في الموضوع، واللي كتشوف الهجرة ماشي مشكلة بل الهجرة هي وسيلة للتضامن وقنطرة للتعاون بين الشعوب.